رح نعرف أكثر مشاهدينا إذا في أي جديد اليوم بالتحضيرات للامتحانات، وبسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ سليمان اليونس مدير تربية دمشق. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ خلينا نعرف من حضرتك كيف عم تكون تحضيرات الامتحانات اليوم، شو الجديد اللي عم تتم؟ بداية كل عام أنتم بخير مع تحضيرات الامتحانات سواء كانت الانتقالية أو الامتحانات العامة بجميع أنواعها الأساسي والثانوي. طبعا نحن لما ندخل بشهر نيسان ندخل بالتحضيرات الفعلية لنهاية العام الدراسي وجني محصول عمل زملائنا المدرسين والطلاب على سواء كانوا طلابا أو مدرسين أو معلمين، لأن هذا جهد عمل عام كامل خلال العام الدراسي تضافرت فيه جهود المعلم والطالب ووزارة التربية بجميع دوائرها. طبعا نحن بدينا التحضيرات الآن من خلال أول شيء تكليف زملائنا الموجهين التربويين والاختصاصيين، التواصل مع إدارات المدارس للتحضيرات الامتحانية من حيث بنك الأسئلة بكل مدرسة، الملفات الامتحانات، توزيع القاعات وتوزيع الطلاب على القاعات، استلام نماذج الامتحانية من زملائنا المدرسين، عقد مجالس المادة لكل مادة بحيث يكون هناك انسجام ما بين زملائنا المدرسين ضمن المدرسة الواحدة وضمن المادة الواحدة. تمام أستاذة. طيب خلينا نوضح أكثر لأنه موضوعنا كتير بهم الطلاب والأهالي اليوم اللي عم تحضروا لامتحاناتهم، هل اليوم في اختلاف بنمط الامتحانات للصفوف الانتقالية عن السنوات السابقة أم لا هي نفسها لساتها؟ خبرنا أكثر تفاصيل. هلأ دائما يوجد حديث في وزارة التربية، هناك أشياء دائما تتطور من خلال المنهاج من خلال الامتحانات، دائما يعني الوقوف بشكل محدد يعطي نوع من حالة الضعف والتقادم بالنسبة لكل شيء. صح. طبعا هذا العام نحن في عم نهيئ طلابنا للعوام القادمة من خلال الامتحانات المؤتمتة، فحيكون هذا العام في بعض المواد بالنسبة لصف العاشر وصف الحادي عشر ضمن منظومة الأتمتة، بحيث أن الطالب لما بينتقل إلى الثالث الثانوي العام القادم بإذن الله يكون قد تدرب وتهيئ على نموذج المؤتمت. طبعا احنا بالنسبة لمديرية تربية دمشق هذا الموضوع حينسحب حتى على يعني صف الثامن صف السابع ببعض المواد. طبعا احنا تركنا حرية العمل بالنسبة لزملائنا المدرسين والمعلمين لاختيار بعض المواد واختيار بعض الفقرات بحيث أن الطالب يطلع على مفهوم الأتمتة وآلية التعامل مع ورقة الأتمتة. دائما نحن يعني بنحكيها أنه نموذج محدد بالنسبة للامتحان هذا حالة ليست صحية، دائما لازم يكون في تنوع بنمطية الأسئلة، يتعود الطالب أنه عندنا عدة أسئلة بس لكن الفكرة واحدة. كنا عم نحكي عن دعم وزارة التربية للمواهب الطفولية وشهدنا يعني بالسنوات الأخيرة دعم وتدريب من حضرتكم وكان في اعتناء جدا مهم، اليوم شو هي النتائج على الأرض؟ يعني هل جنيته من وراء هذا الاهتمام؟ هلا أكيد، هلا دائما وزارة التربية ضمن مناهجها ليس الهدف فقط يعني المخرجات أن تكون طلاب متفوقين وطلاب يدرسون ويتفوقون، لا، في عنا جانب هو جانب البحث عن الإبداع. نعم. طبعا الإبداع في مدارسنا يبدأ من خلال الطفولة المبكرة وصولا إلى المراحل الثانوية من خلال التعاون مع اتحاد شبكة الثورة، منظمة طلائع الباس، كثير من المنظمات التي تعنى بالبحث عن الإبداع. طبعا نحن دائما في عنا نوع من النشاطات يشارك فيها طلابنا من خلال مدارس المتفوقين، من خلال مركز التميز والإبداع اللي بيكون هو شريك أساسي للبحث عن الحالة الإبداعية عند طلابنا. الأولمبيات العلمي هي شكل من أشكال البحث عن الإبداع. كثيرا من المهرجانات والنشاطات خرجت كثير من المبدعين. نحن من يومين كان عندنا اختبار لطلاب تحدي القراءة، طبعا يعني كل سنة نحن نكتشف أو نتفاجأ أنه عندنا كثير من الطلاب ما زالت تعشق الكتاب.
نحن مع هالتطور التكنولوجي وال يعني نشوف نحن الطالب بيقولوا دائما متين نحن الموبايل والايباد وكذا لا هاي المعلومه ما كثير دقيقه، لمسنا الطلاب ما زال في هناك علاقه وثيقه ما بينهم وما بين الكتاب، يقراوا الروايات يقراوا القصص يبحثون عن امهات الكتب وهم يعني صغار السن، هي تعطينا نوع من طمانينه ان يعني العمل والبحث الابداعي بالنسبه لوزاره التربيه عم يعطي منتوج جيد. قد ايه اليوم التحفيز من حضرتكم مهم لطلابنا اليوم كرمال هاي المسيره تضل مستمره؟ طبعا هلا هو يعني البوصله الاساسيه لانه نحن نضل محافظين على حاله الابداعيه بالنسبه لطلابنا هي مشاركه المدرس، تشجيعه، تحفيزه، وخاصه نحن بالنسبه لطلابنا نحن دائما يعني نظره الطالب نحو المدرس ياخذ منه حاله الاستحسان او حاله عدم الاستحسان، فبنشوف نحن احيانا الطالب اي عمل بيساويه، اي رسمه بيساويها او اي حاله فنيه بيساويها، بنقول لزملائنا المدرسين حاول تصنع نوع من حاله الاستحسان عند الطالب، يعني معلش اذا الطالب خاصه بالسنوات الاولى صف اول ثاني ابتدائي، اذا الطالب رسم رسمه وان كانت طفوليه لا يضر انه نحن ننسق له اياها على جدار، نعمل نوع من معرض صغير ضمن القاعة الصفية، الطالب يشعر انه هي اللوحة يعني هي من صناعته، هي بتعطيه نواة للبحث يعني نمي عنده الحالة الإبداعية مستقبلا. يعني كتير حلو اليوم انه عم تدعموا هذه المواهب عند الأطفال، عم تدخلوها من عمر صغير كرمال تفيدهم على كبر. أستاذ سليمان خلينا نرجع نسأل حضرتك، تعودنا بكل مرحلة من مراحل التعليم الأساسي يكون في أسئلة من الوزارة، ممكن يكون في تفاصيل أكثر عن طلاب المرحلة الأولى والثانية من التعليم الأساسي، شو بتخبرنا؟ هلا هو دائما لازم نهرب من كلمة تعودنا، نحن دائما لازم يكون عندنا شيء جديد بالنسبة لي، يعني دائما جيلنا لا يشبه الجيل الحالي، فلذلك نحن دائما وهي وزارة التربية لما بتبعت أسئلة موحدة هو ليس الهدف يعني سلبي، أحيانا نلمسه عن بعض الأهالي أو نلمسه أحيانا نحن عند الطلبة، لا هي حالة توحيد فكرة بتكون تحمل نوع من حالة قياس للطالب والمدرس والآلية المنهاج خلال العام الدراسي. دائما نحن السؤال أو الأسئلة الموحدة هي بتكون هي حالة قياسية منقيس فيها المنهاج، يقاس فيها توفيق المدرس بعمله، نقل المعلومة عند الطالب والعكس صحيح. طبعا نحن إلى الآن يعني في الفكرة أن يكون هناك أسئلة موحدة من الوزارة أو من المديرية، مو شرط يكون من الوزارة، من الوزارة من المديرية، طبعا ستبلغ إدارات المدارس لاحقا. ايضا استاذ اليوم عم تكونوا يعني منتبهين للناحيه الصحيه وعم يكون في استعداد كامل خلال فتره الامتحانات، ودائما في جولات على المدارس وفي تشبيك مع الصحه المدرسيه، اليوم شو تحضيراتكم خلال نقول الامتحانات يعني كرمال الطلاب؟ نحن بنشوف يعني بجوز بعض الطلاب يكون عندهم توتر، ممكن يصير حالات اغماء، يعني فوبيا الفحص بشكل عام يعني. هلا نحن بنتمنى ما تتحول لفوبيا. هذا حالة مجتمعية، بتمنى نحن يكون في تعاون ما بين الأهل وما بين إدارة المدرسة لنكسر هذا حالة الخوف، لأن حالة الخوف بنشوفه نحن أحيانا من الأهل بحد ذاته صحيح، يعني هو المصدر للطالب بيكون ببعض الأوقات طبعا هلأ عم تنعكس دائما، يعني الواد يقرأ الخوف من وجه أمه أو أبوه، يعني أنا أحيانا لما بدخل أي مكان أول كلمة بحاكون يا الأهالي إنه إن شاء الله الأسئلة مو صعبة، يعني انا عم شوف الاهل هن اللي عم يقدموا الامتحان وليس الطالب، واحيانا قد يكون الطالب بعيدا جدا عن هذا المود، يعني هو مو كثير مهتم بحاله الخوف مثل ما مهتمين الاهالي. طبعا نحن في عنا مو فقط الصحه المدرسيه ودائره البحوث في كل مديريه من مديريات التربيه تعنى بهذا الموضوع، يعني بالنسبه للحاله الصحيه طبعا دائره الصحه المدرسيه تبدا مع بدايه العام الدراسي بمتابعه الحاله الصحيه بالنسبه للطلاب خاصة مرحلة الحلقة الأولى والثانية. نعم. طبعا دائرة البحوث وبأقسامها الإرشاد الاجتماعي والنفسي أحد مهامها هي توضيح أن الطالب هو الامتحان ليس حالة خوف إنما هي حالة حصاد لعمل. طبعا عمل دائرة البحوث بالنسبة لإطمئنان الطلاب وخاصة يعني نحن كلفنا دائرة البحوث تبع الطلاب السادس الثانوي والسادس إعدادي الأساسي انه يكونوا قريبين منهم، حاولوا دائما يكسروا حاجز الخوف والرعب اللي احيانا قد يزرع بسبب عده اسباب.
تماما. يعني الخوف شيء طبيعي اليوم ما استاذ، مش اذا كان الطالب خايف فهو ممكن ما انه محضر او ما انه دارس منيح، بالعكس، ولكن يمكن اذا زاد هذا الشيء رح ياثر على تحصيله الدراسي. خلينا هيك نوضح اهم النقاط يلي بتحب تضوي عليها اكثر اليوم، نطمن عن الطلاب وننبههم اذا في اي شيء. استاذ هلا هي حاله الحرص الطالب اللي هي تشبه حاله الخوف، حالة حرص الطالب على التفوق وهي حالة مقبولة ومنطقية، أن يكون الطالب جهد عام كامل أو جهد عدة سنوات الوصول إلى شهادة معينة سواء كانت علم أساسي أو ثانوي. حالة الحرص حالة طبيعية ومنطقية، ونحن يعني بنشد على إيد الطالب الحريص بهذا الموضوع أن يكون خايف أن تروح له علامة، فهي حالة نحن بنكون في عنا حالة تعاون طمن الطالب أنه نحن أنت صرت جاهز للامتحان، لا تخاف من وثق بنفسك. الطالب الغير محضر يعني هلا هون احنا دخلنا بحالة خيبة الأمل بالنسبة للطالب، فهو قد يشعرنا بأنه هو خايف وزعلان ومقهور مشان يعني يتجنب ردة فعل الأهالي. هلا نحن دائما نقول للأهالي هلا لا تحاول تهدد ابنك بهذه الفترة، يعني احيانا بعض الاهالي تبدا مثلا بالوعيد، يعني هو خلال عام كامل كان في عدم متابعه، خلال نهايه العام الدراسي نبدا نحن بالوعيد للولد انه نحن اذا ما كنت من الاوائل نحن نعمل ونساوي، اذا رسبت نحن نعمل ونساوي. دائما من الاهل يعني حساباتكم او تنافس النساء مين ابني بده يطلع الاول، تمام. هلا تعودنا بعد جانبا لنهايه الامتحان انه هي عم تنعكس سلبا على ابنائنا، وشفنا هي النتائج السلبيه كيف كانت بالسنوات الماضيه. سمعنا عن حوادث كثير للطلاب ما جابوا العلامات اللي اهاليهم طالبينهم، وفي منهم رسبوا، يعني في حالات انتحار صارت بعض الطلاب، يعني هذا الشيء كثير جدا سيء. اليوم الاهالي هنن الاساس عند الطالب، يعني مفروض مثل ما ذكرت حضرتك شوية هدوء وبلا الوعي. اليوم عم نشوف تجمعات للأهالي عند أبواب المراكز، يعني يجوز هذا الشيء عبء يكون على الطالب أيضا، يعني حالة توتر. اليوم شو بدنا نقول للأهالي؟ والله بالنسبة لسؤالك كثير يعني مهم، وجود الأهالي على أبواب مراكز امتحانية عبء على الجميع. صحيح. عندما يأتي الأهالي بسياراتهم إلى مراكز امتحانية في عندي طالب قد يتأخر عن الوصول إلى مركز امتحاني. عندما يكون هناك تجمعات في شوارع محددة، تمام، عم يأدي نوع من الابتزاز عم يأخر الوصول لسادة المراقبين. قد يكون أحيانا تأخر سيارة الصحة المدرسية إذا في عندي بعض الحالات. اثنين، حالة التوتر الكبيرة اللي عم تصير نحن أحيانا على باب المراكز الامتحانية بتوديع الطالب إلى قاعة الامتحان وكأنه يعني يذهب إلى أول مرة إلى معركة، تمام. فأن تعطي الحالة السلبية والدموع والعناق اللي عم نشوفه نحن، يعني بصراحة هذا عم يعطينا نوع من حالة سيئة عم تنعكس سلبا على كل المحيط الموجود بمركز الامتحان، ولا يعني غير مبرر ويعني غير مجدي. هي ناحية. الناحية الثانية، أحيانا لما يكون الأهالي موجودين على الباب الامتحاني تبدأ الأحاديث والأقاويل والأكاذيب، تمام، وتبدأ انفعالات بعض الأمهات عندما تشعر أن هناك طالب بقاعة امتحانية بدأ يتوتر، فينعكس هذا التوتر على الخارج وينعكس إلى قاعة الامتحانية. دائما للأهل يعني وصل ابنك على القاعة الامتحانية وروح غيبك ساعتين وارجع. عدم أو وجودك على مركز الامتحاني هو عبء ومعيق ومسبب سلبي لكل عملية امتحانية. أهم شيء التأثير النفسي للطالب، يعني أكيد. بنرجع بنقول نحن اليوم هذا التصرف من الأهل هو من العاطفة، من الحب، من الخوف على مستقبل الشباب والصبايا. يعني نحن الأم والأب تعرف يعني، ولكن لا يفيد، لا يفيد مثل ما قلت. لذلك هيك بنتمنى اليوم صوتك يوصل أستاذ، وبنتشكرك، نشكر جميع العاملين بوزارة التربية من خلالك. تحياتنا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، نورت صباحنا اليوم، وإن شاء الله هيك تمروا على خير وسلامة هي الفترة. شكرا لك أستاذ سليمان يونس مدير تربية دمشق، نورت صباحنا لليوم. يسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات المهمة اللي قدمتها لها اليوم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.